aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet huyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner, bir şarkı vardı neydi la? Laftan anlamaz. عمي ما قلت لنا لمين هاد؟ ايه صح، هاد بصراحة جبته للست اللي رح تصير حماتك. حماتي؟ ومين هي؟ كريمة خانم؟ ايه كريمة خانم. يعني عمي انت قصدك تقول انك رح تتزوجها لكريمة خانم هيك؟ ايه مزبوط هيك بقصد، رح اتزوجها وكان لازم من زمان. لك عمي شو عم تحكي انت، معقول هالشي بعد هالعمر يعني؟ والله مو حلو بحقك، يا ربي دخيلك شو هالحكي. لك انت كيف عم تفكر انك تعمل بحالك هيك شي؟ الله يخليك عمي، فكر بالقصة منيح. لك انا اخده للقرار، ما عم باخد رأيك، هذا الموضوع انتهى، أنا رح أتزوجها وبس. جيبوا لي هالعلبة على غرفتي يلا لشوف. لك سمعتي رح يتزوجها؟ إيه. تفضل. يعطيك العافية، بدي ليلى خانم. أنت شو بدك بليلى خانم؟ لازم شوفها ضروري. هن هربوا، تركوا مفتاح البيت عند المحل اللي تحت البيت وخلوني ادفع أجار كم شهر كمان. أنا ما شفت هيك عصابة بحياتي. طيب في شي رقم أو عنوان بقدر اتواصل معهم فيه؟ يا ريت إذا بتقدر تساعدني. لك يا ابني، لو بقدر أوصل لهم كنت جبت منهم المصاري. فيني أعرف ليش عم تسأل عن ليلى خانم حضرتك؟ طيب ولا يهمك، أعطيني رقم حسابك وقلي قديش بدك منهم لحتى أحط لك إياهم بالحساب، وأنا حأترك لك رقمي، إذا صار وعرفت شي خبرني فورا. ماشي، رح جيب ورقة وقلم وأرجع لك فورا. استنوا بس دقيقة، أنا عم حاول أجمع كل الحكي اللي قلتولي إياه هلا. مثل يلي بيطلعوا بالأخبار صار فينا، النصب علينا يعني، ما عم صدق إنه نحن أغبياء لهالدرجة. يعني بلا ما نقول عن حالنا أغبياء نوران خانو، خلينا نقول إنه قلبنا طيب. أنا فرجية، إذا بتوقع بإيدي هي الحقيرة لتشوف شي ما شافته بكل حياتها. بس كيف رح نلاقيها يا ترى ونحن ما منعرف أي شي عنها، وما حدا قدر يساعدنا، ما منعرف غير وين بتشتغل وكأن ما له وجود ابنه. يا الله على هالحظ، خربت كل شيء ويدي مربطين وهلأ قاعدة عم بتفرج. تالا خانم، إذا بتحبي تعي لهون يعني ممكن ما تكوني عم تسمعي منيح من عندك. أكيد مو هيك، ما تأخذوني، بعتذر منكم. يلا بالإذن. إيه مع السلامة. هلأ اتركونا من هالحكي اللي ما في منه فايدة، هالبنت كيف رح تلتقى؟ ما بعرف، ما لي عرفاني كيف بدنا نلاقيها. ها هذا اللي كان ناقصني هلا. مين هاد؟ العصبي. شوفي اكيد متخانقين. مراد معصب كتير وقال لها انه روحت امي من ايدي بسببك انتي. بيكون ضايق او زعج بكلامه. يلا تفضلي، نحن صار لازم نمشي، أصلاً تأخرت كتير على دوامي. أي وأنا كمان. نوران خانم، مشروعنا عم ينتسب بسبب اللي عم يصير معنا، إمتى فينا نحكي فيه مرة تانية؟ عن قريب حياتي، الافتتاحية هلأ أهم، خلونا نخلص من هالمرحلة. أوكي بشوفك. جود باي. باي. نعم. اطلعي على مكتبي. لا تصرخ علي، بس تحاكيني بذوق بطلع يا محترم. عم صرخ، كل اللي عم قلك يا انه اطلعي على مكتبي.
طيب ماشي ماشي، جاي فورا. اوف انا اسفه كثير، صار لك شيء؟ بسيطه بس احترقت، ومن وحده مثل القمر. عفوا انا ما فهمت عليك شو بتقصد، يعني كانه قلت ادب وتوقحت. طيب اهدي، انت على الاغلب عصبيه، يعني قصدي انك بتصيري احلى بس تعصبي. اصلا انت حلوه كثير. هيك العصبيه بتكون. وأخيراً وصل القماش النادر يلي بدي إياه، وأخيراً وصل. واتساب. ليش تأخرت؟ وصل القماش تبعك وأنت ما كنت توصل. ليكني إجيت نوران. ليش هيك ساكت؟ اليوم عنا افتتاحية وما حكينا لسه بأي شيء، منتبه شو عم بيصير معك؟ إيه رح نحكي، بس أنت ما عندك صبر. لأنه هدول القماشات جننوني. بالمناسبة أنا هلأ رح أرجيك موديل رح يجننك، رح يطير عقلك فيه. أوكي منشوف. ليش هيك تيابك؟ مين سوى فيك هيك؟ ما في شي مهم، حادثة صغيرة وبسيطة ولا يهمك، بس كأنه الحياة هون حلوة. أوكي يلا تعال خلينا ننظف لك تيابك، لأنه هيك شكلك ما أنه مقبول أبداً. You know؟ Yes. وينك؟ ليش تأخرتي؟ على فكرة حكيتني من شوي، يعني أنا مو متأخرة. هلأ المهم قدرت تلاقي أمك؟ ما لقيتها، وهذا الشيء طبعاً بسبب حضرتك. لقوا فوق تركوا البيت كمان وهربوا. المهم حياة، قليلي لشوف، أنت وهزار شو حكيتوا؟ أنا لازم أعرف التفاصيل. ماشي، إجت وقالت لي أنا بكون أخته لمراد، وإنه أمك توفيت، وإنه تركت وراها ديون كتيرة وهيك شيء. أي وشو كمان؟ بس هيك، أصلاً وقت شفتها كانت زعلانة كتير، وكانت يا حرام عم تبكي كل الوقت، ولما حكت لي اللي انت عملته فيها ما تحملت وزعلت عليها. بدي افهم كيف قدرتي تسمعيها وتصدقيها حياة؟ ما في امل. مراد حس فيني شوي، انا مزعوجه، شو بدك اعمل اكثر من هيك؟ ما عم بفهم. عفوا عم اقاطعكم، بس اجى عمار بخصوص الافتتاحيه اللي بدنا نعملها اليوم المساء، خلونا نراجع كل شيء مع بعض لاخر مره. طيب بس شوي. حياة هي آخر مرة، ما بدي أخطاء تانية منك. إيه أمرك مراد بيك. إيه تالا ليلي. طيب حولي. نوران؟ مراد بيك إمتى رح يجي؟ تأخرت لسه، بدي أطلع حضر حالي للمساء. هلأ بيجي، روق شوي ما بيطول. ايه شو رأيك برسوماتي؟ حبيتهم؟ رح طبق هدول مع القماشات المخملة. حلو عن جد. مين عمل هدول؟ ها ليك هذا اجت وراك. حياة تعي لقلك، بعرفك عمار بيك. مرحبا. هي الموهوبة من شوي تعرفت عليها، تعرف تدلق قهوة كتير منيح. شو يعني ما فهمت؟ اوكي. ما تواخذني بس انا كنت متوتره شوي. ولا يهمك. معناتها تعي لحتى نتصالح فورا. اسمي عمار. حياة. طيب كلي حتى اتاكد انه تصالحنا. تفضل. شكرا. صراحة ما شفت أجمل من عيونك.
لا بيكون أحسن إذا ما أكلت. مثل ما بدك، بس لساتني متأكد إنك كل ما بتعصبي بتصيري أحلى. يلا كلي بس هي كرمالي. يلا افتحي تمك لشوف. ناوية تزعليني يعني؟ نوران الغيلي الاجتماع، طلع عندي شغل ضروري. وات؟ بس المساء افتتاح. خلص انت بتدبري الموضوع. حياة بدي اياكي لو سمحتي. نوران انا عملت شي غلط؟ نو انت نو، بس نحن بنحكي بعدين. انت روح حضر حالك، ناطرتنا ليلة صعبة. باي. يلا. أنا مو من شوي نبهتك حياة؟ ليش خير؟ هلأ شو عملت؟ ما أنا شو ما ساويت ما بعجبك. من اليوم ما عاد لك علاقة بالمجموعة الشتوية. كيف؟ من كل عقلك عم تحكي؟ مراد، شو هادي اللي عملته أنت من شوي؟ مش الحال نوران، حياة ما رح تكون معنا بمشروع المجموعة الشتوية بعد هلأ. كلفي حدا تاني بالموضوع. ايه؟ كيف يعني ما رح أكون؟ وليش لحتى ما أكون؟ لأنه أنا هيك بدي. شو؟ ليكون ما عجبك؟ عندك اعتراض على شيء؟ مراد أنا هالمشروع تعبت فيه كتير وحطيت كل طاقتي فيه، بالأخير بتقول ما رح أكون فيه؟ شش، شو هالشيء اللي عم بيصير؟ ما عم أفهم عليكم شيء. ممكن حدا منكم يقدم لي شرح؟ ممكن تتركينا لحالنا نوران؟ باردون؟ طبعاً. عم تعمل هيك مشان هداك الشاب مو هيك؟ عفواً أي شاب قصدك؟ عمار اللي كان عم بيضيفني من شوي. عمار؟ بهالسرعة صرتم مقربين من بعضكم؟ حكيني بصراحة وطالع كل حقك مثل العادة، قولي اللي عندك وخلصني. أنا كلامي واضح كتير حياة، أنتِ ما رح تكوني بالمشروع. سلام. لك مراد! ما فيك تدير ظهرك وتمشي هيك! أنا كمان شريكة بهالشركة، ما فيك تتأمر علي بهي الطريقة. المرة الجاية أنا بدي أكسرها براسك، فهمت؟ سمعتني؟ لحتى تعرف شو بتقدر تعمل حياة. ما عم صدق كيف هالبنت نصبت عليهم، والغبية رفيقتها راحت حطت 150 ألف بإيدها. طيب المهم وين أم مراد هلأ؟ يعني ما فهمت بالضبط شو صار، بس كأني فهمت إنه هي هربت مع البنت. طيب فتحي أدنيكي، وإذا بيصير أي شي جديد بتخبريني. داليا خانم، بتحبي حضر لك الشاي هلأ؟ ايه طبعاً، حضريه مثل ما طلبته. حاضر يا خانم. وينو عزت بي؟ طلع من شوي، حضر شنتايته كمان، بصراحة ما بعرف شو الموضوع. حضر شنتاي؟ شنتاي شو؟ لوين راح؟ ما سألته، ما حكى شيء أبداً. الو شباك، لك بشو صفنت كل هالقد؟ بعدين انا ليش لاترك هزار بحالها هلا؟ بطلنا ندور على امك مراد؟ يعني تامر بيك عم يدور اصلا، ما في شيء لتعمله انت. برايي بلا ما نعصب من حياة، يعني كلنا صدقنا اول شيء انه هي اختك. هالبنت قدرت تضحك علينا كلنا. اي امي. ابني حكيت مع ابوك شي اليوم؟ لا ما حكيته، ليش عم تسالي؟ لانه ضب شنطايته ومشي. كيف؟ لوين مشي؟ لو بعرف لوين ما كنت بسالك انور. تليفونه مسكر، لوين راح يا ترى؟ طيب امي يعني ما في داعي للخوف كل هالقد، اول ما يشوف اتصالك بيرجع بيتصل. طيب مو مشكله، انت بتعرف انه امه لمراد بينت اليوم؟ واختفاء ابوك بهالطريقه الغريبه واليوم بالذات معقول تكون صدفه برايك؟ خلصنا أمي مشان الله، أنت شو صاير لك؟ سكري برجع بتصل فيكي. أنور شو الموضوع؟
انسى، ما في شيء مهم. امي واوهامك العاده. المهم انا هلا رح شوف تحضيرات الافتتاح، اوكي؟ يا الله، طلع تليفونه عن جد مغلق. بنتي جيبي لي الدواء إذا سمحتي. حاضر يا خانم. عم تاخدي أدوية كريمة خانم؟ لو كنت محلك كنت باخد مهدئات كمان. شو عم تحكي أنتِ يا داليا؟ ما كفاك كل اللي عملتي؟ تركيني بحالي بقى. تستاهلوا أكتر من هيك أنت وابنك المصون. كلامك كله مزبوط. فوتنا وحدة مثلك على أنها كنة على بيتنا، منستاهل كل اللي عم بيصير فينا. وحدة مثلي قلتي ما؟ ما تزعلي كريمة خانم، ابنك مع كنتك القديمة كمان بتجيبوا ليلى وبتسكنوا بهالبيت وبتترحموا على أيامي بوقتها. شو سبب هالحكي هلأ؟ ليش هيك عم بتقولي؟ لأنه ابنك فقد عقله وصار مجنون. شو هالصدفة باليوم اللي بتظهر فيه مرته القديمة بيترك البيت وبنفس اليوم؟ برأيك ما أنا صدفة غريبة حماتي؟ ليلى؟ شو هاد؟ الغرفة كتير متواضعة، نحن هون رح نضل؟ شو؟ لا تكون ما عجبتك الغرفة يا أميرة. نسيتي الأيام يلي كنتوا فيها عايشين خمسة بغرفة واحدة؟ إيه، بس صار معنا مصاري وفينا ننزل بمكان أحسن من هاد. مو أنت اللي كسبتي المصاري. مزبوط، أنت اللي كسبتيهم، مو أنت اللي نصبتي على ابنك؟ خلاصي ولي، روحي جيبي لي مشروبي، بس ما يكون رخيص، جيبي من النوع الغالي لأنه صار معي مصاري كتير هلأ. عم تحكي جد؟ نحنا مو مشان هيك فتنا على المشفى؟ أنا ما فيني ساعدك، بعتذر منك. ما حدا سألك عن رأيك، روحي وجيبي لي مشروبي. ما عم صدق قديش صاير بيشبه أبوه وقت كان شاب. شو بدك تروح؟ ما رح تستناني؟ وليش لا استناكي؟ أنا خمس دقايق بكون جهزت، استناني بنطلع سوا. أنا ما قلت لك ما في شغل، ما عم تفهميني؟ مالك جزء من مشروع المجموعة الشتوية حياة، لهيك ما في لزوم تجي. ليش بالله؟ إذا كل الشركة رح تحضره، أنا ليش لحتى ما أحضره؟ لأنه أنا هيك بدي. برأيك هيك بيكون الشغل صح؟ اسمعيني، أنا مالي مضطر كون صح بشغلي هلأ، لأنه نحن مالنا بالشركة، نحن بالبيت وأنا زوجك. آه، إيه معك حق، على الورق أنت زوجي تقريباً، هيك بتذكر. أنتِ عم تحكي جد؟ أي طبعاً. بسيطة، إذا بتحبي فينا نضل نحكي بهالموضوع، الروح على الافتتاح مو أهم منك. تركني بحالي. متأكدة؟ أي متأكدة. طيب، معناتها أنا رايح. بالمناسبة رح أقول لكل الضيوف إنك مرضاني ومو قدراني تجي ورح ترتاحي. يلا ارتاحي. أنت شو مفكر حالك لحتى تتأمر علي هيك؟ أنا ما عاد أقدر أتحمل غرورك. ما
رح تقدر تمشي رأيك علي، واللي بدي اياه انا بصير، انا اللي بقرر من هلا ورايح. مراد؟ أهلين تيتا. داليا قالت لي حكي وضايقتني اليوم. أنا مستعجل كتير ستي، وما عندي وقت لألتهي بهموم وأوهام داليا خانو. أمينة؟ قولي فادي. عمك بأقرب وقت رح يموت، وبكرة بتشوفي بعينك وبتقولي حكي فادي صح. لك شو هالحكي هاد يا بنت؟ بعيد الشر، شو عم تحكي انت؟ ما رح يصير هالشي. بعرف ما بيصير، بس كل عمره ما حط المشروب بتمه وفجأة صار المشروب ما بينقام من ايده. كلامي مزبوط؟ مزبوط والله عم تحكي يا بنت، معك حق. ما بعرف من وين طلعت قصة الشرب هاي، والله مو حلوة بهالعمر، مو حلوة بحقه ابنه. من وقت اللي قرر انه يتزوج ما عاد شرب قهوه وقلب على المشروب. شو رايك عن جد عم يصير شيء مو منيح مع عمي يا ترى؟ اه ليك جدو. عيوني. شكراً كتير إلك إنك عزمتني على صفرتك. كتير مبسوطة وإجيت بوقتها. شو يعني صفرة؟ ليش سموها صفرة يا ترى جدي؟ هلأ لما بيجتمعوا الكل مع بعضهم هيك بيصير اسمها صفرة. ايه. وقت اللي بيكون في على الصفرة جمعة بيصير الكل عم ياخدوا ويعطوا، وبيبلش المزاج يصير كتير حلو وبيسعد القلب كمان. يعني الواحد لما بيجتمع بأهله وأحبابه بيكون آخذ راحته وبيصير مقبل على الحياة أكتر وأكتر. وقت الكلام الحلو بيطلع لحاله من دون رباط. عم تفهميني؟ أنا هلأ لحتى فهمت. كنت مفكرة بس أنا هيك بصير معي، طلعت كل العالم مثلي تمام وبتصير تحكي كل شيء كأنه حدا فك عقدة لسانه. لك أصلاً الواحد لما بيكون مع الناس اللي بيحبهم بيطلع معه الكلام هيك من دون أي تزيين وتكلف. جدي؟ سمعت كأنه بيحكوا عنك إنه أنت ما كنت بتشرب أبداً وإنه شربت بشبابك وبعدين تركته، مو هيك؟ ليش رجعت هلأ؟ لأني زعلان على حياة، وزعلان على مراد كمان، وزعلان على حالي أنا وكريمة أكتر لسه، بس مو قدران أقول أي شي بنوه. ليش مو قدران تقول لك جدي؟ قول. مو الصفرة بتفك عقدة للسان؟ هيك رأيك يا بنتي؟ معناتها اسمعيني يا أسيل. يا من هواه عزه وذلاني، كيف السبيل إلى وصالك دلني؟ أنت الذي حلفتني وحلفت لي، وحلفت أنك لن تخون فخنتني، وحلفت أنك لا تميل مع الهوى، تركتني صدا نائما، أين اليمين واليمين ما عاد همني، هر النجوم وأنت في عيش هاني، أرعى النجوم وأنت في عيش هاني، لأقعدن على الطريق وأشتكي وأقول مظلوم وأنت ظلمتني،
ولا أدعو أن عليك في غسق الدجى يبليك ربي مثلما أبليتني يبليك ربي مثلما أبليتني يا من هواه أعزه وذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني كيف السبيل إلى وصالك دلني أنت الذي حلفتني وحلفت لي وحلفت أنك لن تخون فخنتني وحلفت أنك لن تخون فخنتني ما يبلها الصوت جدي أنا أسفة إنه سألتك السؤال احكي لي لشوف أنت شو همك بنتي؟ أنت هلأ إذا بتحب طعمة التفاحة مثلاً لازم إنه التفاحة كمان تحبك إيه ما فهمت عليك إشي بالمرة رح أشرح لك عني أنا بحب التفاح والتفاح بحبني بس أنا مو قدراني أكل التفاح أبداً ليش حتى هالتفاحة تكون مرافقتني من بعيد لبعيد هلأ فهمت عليكي هلأ فهمت شو وجعك معناتها لا تضلي تطلعي على التفاحة من بعيد رح تطلعي على غصن الشجرة وتقطعي التفاحة بإيديكي اقطعها يعني اقطفها؟ ايه اقطفيها لكن بروح بقطفها معناها لوين رايحة يا بنت؟ لا اقطف التفاحة ايه انت اقعدي في عنا جوا هلأ بجيب لك فادية وانت جاية جيبي معك تفاح لك روقوا 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 القصة مو هيك هالتفاح غير التفاح اللي بتعرفوه انتو اتركوها للبنت تقطف تفاحتها بإيدها لا ما بتركك وانت بهالحالة وبهذا الوقت مستحيل تطلعي ما بتركك اعدي لا توقفي بطريقة تركيها تروح لأنه إذا ما راحت رح تضل تندم طول عمرها ايه رح أندم كتير أنا رايحة برافو عليك يا بنتي موفقة روحي التفاح شو؟ راحت البنت ايه راحت ايه شو يعني؟ بنتي وينون؟ قصدي حياة وداليا حياة خانم كانت عم تحضر حالة وطالعة وداليا خانم كمان ما رح تنزل خير يا بنتي نحن عنا افتتاحية بالشركة وأنا رايحة لهنيك كريمة خانم أنت ومراد كل واحد منكم رايح لحاله؟ هو قال لي بده يروح قبلي لأنه أنا لسه ما كنت جاهزة طيب بنتي معناها يلا روحي الحقي جوزك بسرعة ما تتركي لحال يلا بالإذن منك إيه يا كريمة قد ما حاولتي إنك تجمعي الكل تحت سقف واحد ما بيقدروا إلا يتفرقوا وتبقي أنتي لحالك اسمع لقلك إذا حطيت الصورة وعيوني منفوخة صدقني بدي أحذفك من قائمة أصدقائي أصلاً أنا متوترة
طيب ماشي، رح حط الثانية ما تاكليها. يلا تعي يا طاطي يا حبيبة قلبي، ما تنطريني، عبي كل زاوية هون. بالمناسبة شو صار مع أخي بالضبط؟ هو وحياة متوترين كتير كأنه اليوم سحب حياة من مشروع المجموعة الشتوية. ما بعرف إذا رح يجوا، وإذا رح يجوا كمان شو بده يصير، ما عندي فكرة بنوب. نوران رح أنشر هاي الصورة. أوكي. ها وصل مراد. تفضل. بدي أقول شي بس خايفة أسأل. وين حياة؟ عم تصف السيارة مو؟ شبك شو ما عم تسمعني؟ حياة مو قدرانة تجي. ليش؟ شو صاير؟ شو في بيناتكن؟ حكي لي. لك أخي فهمني شو اللي عم بصير معك. ما رح تقدر تجي، مريضة. شبك شو هاد؟ عم تشرب مثل المراهقين، وكأنك عم تشرب من وراء أبوك وهو راكد وراك. صح وانا. إيه؟ كرام؟ يعني لهون كل شيء رومانسي كتير وحلو كمان، بس بلشت تتمطر. ايه؟ وإذا ما بتحبيه؟ يعني أكيد أنا بحب المطر وبحبه كتير، بس ما لازم نسمح للشغلات يلي منحبها أنه تمرضنا، ما هيك؟ تعال خلينا نقعد بشي كافيه، تعال شوف. يا بيسان، هاي أول مرة بتشتي ونحنا سوا. كيف يعني؟ أنا رح قلك، انتي كم مرة نزل عليك المطر ومبليتي؟ كم مرة هربتي من المطر مشان ما ينزل فوقك؟ أكيد كتير، بس هي أول مرة بينزل المطر ومنكون مع بعضنا. طيب، أول مطرة قلنا سوا، معناتها اسمع شو منعمل لحتى يكون إلها معنى. نتمنى أمنية. أمنية؟ إيه، دوري. طيب اتمني. انت كمان اتمنى. انا لك انا هلا غمض. حاضر. كرام، شو تمنيت؟ تمنيت ايه؟ وانتي؟ تمنيت. شو تمنيتي؟ تمنيت لك. إلك؟ لا مو هيك يعني، تمنيت انه ما نبعد عن بعض. وانت؟ تمنيت انه تتحقق الأمنية اللي تمنيتيها. أنا بحبك من جوات قلبي. ما فهمت؟ يا ريتك فهمت، لأنه أنا ماني من يلي بيقولوه 10 مرات ورا بعض. هي علينا بيسان، قوليها كمان مرة. كنت عم أقلك إني بحبك كتير ومن جوات قلبي. طيب خلينا نتزوج. شو قلت؟ خلينا نتزوج. لك ايه ايه بيسان، انا بحبك كتير. الدنيا فيها مليارات البشر وبيختلفوا عن بعض، بس لما حدا بيعشق شخص بتصير الدنيا هالشخص.
وانت الوحيده اللي حبيتك من كل هالدنيا. انا عشقانك يا بنت. بيسان، تقبلي تتزوجيني؟ إحساسي لما قلتي لي بحبك أكيد وصلك. أنا رح أتجوز عن جد؟ لا مستحيل. أنت لوين عم تطلع؟ آه، بتصدق نسيت جاوب؟ إيه؟ إيه شو؟ قبلت. نتزوج؟ ايه 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 قبلان موافق طبعا، يعني رح نتزوج بيسان. انا بحبك. يلا حياة، صار سالماس، ورجي لمراد مين بتكوني انت. حياة، انت كمان تأخرتي؟ انا هون من زمان. انت ليش متوترة كل هالقد؟ شكلك ما ارتحتي لي على الأغلب. متوترة؟ لا ما فيني شي ابدا. معناها اذا هيك يلا خلينا نفوت سوا. مراد رح سلم عليهم وراجع. ايه؟ مراد شو قالت لك؟ قال مبين مالل وضايق خلقي، وإذا بدي أتسلى أتصل فيها. مع أنك لابس محبس بإيدك بس إجت وحكت معك. تعرف الافتتاح خنقني؟ عم نسوق لقمايش العالم كله. حركات نوران اللي بلا طعمة. لا تقول هيك يا مراد، الزلمة عم بيصدر قماش لهوليود ونحن عم نستفيد كمان من هالقصة. بعدين قولا بصراحة انك اشتقت لمرتك وخلص. لا. اها، هاي وصلت مرت اخي، انبسط. جت نوبة الجنان بكل معنى الكلمة. نوران فكري، روقي 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 فكري. هاي بيبي، جيت كتير حلو لبساك. ليك الكل عم يحكوا عن قماشاتك. يلا حبيبي تعال شوف مين في هون. تعال معي يلا. بس ثاني نوران، مراد بيك يلي ألغى الاجتماع. أنا عمار. ياي تمام، تعرفتوا، حلو كتير. يلا يلا ناطرينا هنيك. لحظة استني نوران. مجنون هالزلمة، عشوي كان رح يكسر لي إيدي. كتر خيره ما كسر لك راسك. وليش بقى؟ لأنه حياة بتكون مرته. بس دقيقة بس دقيقة، حياة متزوجة؟ إيه متزوجة، متزوجة ومبسوطة كمان. وأنت لا تضلك عم تطلع فيهم،
ركز فيني أنا. إيه بس أنا شو كان بيعرفني إنها هي متزوجة؟ البنت لابسة محبس بإيدها. عن جد أنت أجدب، ما بتفهم بالمرة. لأنه هالبنت وشها بيطير العقل. خلصنا نوران، ما انتبهت لا لأصابع ولا لخواتم. لك الزلمة شوف كيف صار وشه بسببك، وكل شي بيخص حياتي بذاكرتك تمحي فوراً، ما بتخلي شي أبداً يعني. الله يستر من اللي رح يصير هلأ. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın. Sıkıldım beni yatın şu gıybet uyununda. Yalancının mumu söner. Hikaye başa döner. Şarkı vardı neydi la la la. Aşk bu belli mi olur? Döner beni bulur. Hayat benim değil mi? Şans bu belli mi olur? Döner beni bulur. Aşk laftan anlamaz.